بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. أعزائي طلاب الصف الثامن مادة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، السلام عليكم ورحمة الله. درسنا اليوم الشبكات فائقة السرعة ضمن الوحدة الثانية معالجة البيانات. في هذه الحصة سوف نعدد في الهدف الأول مزايا استخدام ملفات CSV، ثم في الهدف الثاني سوف نتعلم كيفية تصدير جدول البيانات من مايكروسوفت إكسل إلى ملف CSV، ثم في الهدف الثالث سوف نتعلم طريقة استيراد ملف CSV إلى مايكروسوفت إكسل، وفي الهدف الرابع سوف نميز الشبكات فائقة السرعة. أما في الهدف الخامس سوف نعدد بعض الأمثلة عن الشبكات فائقة السرعة، وفي الهدف السادس والأخير سوف نميز عناصر نظم المعلومات واستخداماته. يمكنكم طبعا الاستعانة بالكتاب المدرسي من الصفحة 128 إلى الصفحة 131، ومن الصفحة 148 إلى الصفحة 150. مصطلحات درسنا كالآتي: استيراد import، تصدير export، الشبكات فائقة السرعة high speed networks، الشبكات اللاسلكية wireless networks، مراكز البيانات data center. أعزائي الطلاب، قبل الحديث عن مزايا استخدام ملفات CSV يجدر بنا التساؤل: ما هي ملفات CSV؟ وللإجابة نقول: امتداد CSV هو اختصار ل comma separated values، وهو تنسيق نصي بسيط يستخدم على نطاق واسع من قبل المختصين، حيث تفصل القيم في كل صف من الجدول داخل هذا الملف بفاصلة أو بفراغ. وبعد أن تعرفنا على ملفات CSV، لنا أن نتساءل في ماذا تستخدم هذه الملفات. أحبابي، إذا تحدثنا على مزايا استخدام ملفات CSV فإننا لا ننسى كون هذا النوع من الملفات مدعوم على نطاق واسع من التطبيقات مثل أنظمة التصرف في قواعد البيانات على سبيل المثال MySQL، وبرامج إدارة جهات الاتصال مثل Outlook، وكذلك برامج النصوص مثل أدوبي أكروبات ريدر وغيرها من البرامج والتطبيقات. وهذه المزية طبعا تمنحنا سهولة في نقل البيانات بين التطبيقات. كذلك نذكر من مزايا هذا النوع من الملفات كونه يحفظ كميات كبيرة من المعلومات في مساحة تخزينية صغيرة، وهذا يمنحنا إمكانية إرساله عبر الشبكات بسهولة أكبر. إذن في جزء أول سوف نتعلم الخطوات العملية لتصدير جدول بيانات مثل هذا من برنامج مايكروسوفت إكسل إلى ملف CSV مثل هذا. لتطبيق مهارة تصدير جدول بيانات من برنامج إكسل إلى ملف CSV نقوم بالخطوات التالية. الخطوة الأولى نضغط قائمة فايل، ثم في الخطوة الثانية نختار Save As، ثم في الخطوة الثالثة نختار Browse، وفي الخطوة الرابعة وفي النافذة التي تظهر لنا ومن قائمة Save as a Type نختار CSV UTF-8.
في نفس النافذة وفي الخطوة الخامسة نختار مكانا لحفظ الملف. سوف نختار في مثالنا هذا المجلد المعنون الصف الثامن الموجود ب Documents. في الخطوة السادسة نحدد اسم الملف. تصدير جدول بيانات مثلا. وفي الخطوة السابعة والأخيرة نختار سيف لحفظ الملف. لنذهب الآن إلى المجلد الصف الثامن لنعاين الملف الذي قمنا بتصديره. إذن هذا مجلدنا الصف الثامن، وهذا ملفنا الأصل، وهذا ملفنا المصدر. رغم التشابه في الأيقونات فإن الملفين مختلفين، فلو عاينا خصائص كل ملف، هاته خصائص الملف الأصل، وهاته خصائص الملف المصدر، هاته خصائص الملفين، نلاحظ أن الملف الأصل نوعه Excel Worksheet، في حين أن الملف المصدر نوعه CSV File. إضافة إلى أن حجم الملف الأصل يتجاوز 32 كيلو بايت، في حين أن الملف المصدر لا يتجاوز حجمه 2 كيلو بايت، يعني أقل من عشر الحجم. وهذا ما تحدثنا عنه في البداية، حيث قلنا أن ملفات CSV تحفظ كميات كبيرة من البيانات بحجم ملفات صغير، وهذا يسهل ويسرع إرساله عبر الشبكة. كما نذكر أيضا بأن هذا النوع من الملفات مدعوم من عدد كبير من التطبيقات، مما يسهل نقل البيانات بين التطبيقات. لنفتح الآن الملف الجديد ونعاين محتواه. لو دققنا في المحتوى سوف نلاحظ أنه نفس محتوى ملف الإكسل الذي صدرناه، غير أن طريقة عرض البيانات مختلفة. في هذا الجزء الثاني سوف نتعلم الخطوات العملية لاستيراد ملف CSV إلى مايكروسوفت إكسل، بحيث ننقل البيانات من ملف نصي مثل هذا إلى جدول بيانات مثل هذا. لتطبيق مهارة استيراد بيانات من ملف CSV إلى Worksheet في برنامج إكسل نقوم بالخطوات التالية. إذن هذا Worksheet جديد في إكسل. في الخطوة الأولى نضغط علامة التبويب Data، ثم في الخطوة الثانية ومن مجموعة Get and Transform Data نضغط From Text / CSV. في الخطوة الثالثة نحدد موقع الملف الذي نود استيراده، وهو موجود بمجلد الصف الثامن. نحدد الملف ثم نضغط استيراد. في الخطوة الرابعة وفي النافذة التي تظهر لنا وبجوار كلمة load نضغط على هذا السهم ثم نختار load to.
في الخطوة الخامسة وفي النافذة الجديدة التي تظهر لنا نحدد الموقع الذي نريد استيراد البيانات إليه. ثم في الخطوة الأخيرة نضغط OK وسيتم استيراد البيانات إليه. إذن هذه هي البيانات المستوردة. نصغر قليلا الجدول، وهذه بياناتنا التي تم استيرادها من ملف CSV. نمر الآن إلى هدفنا الرابع، ولكي نفهم أهمية الشبكات فائقة السرعة نقول أنه في عصرنا هذا صار جمع البيانات وتحليلها مسألة مهمة جدا، خاصة للأعمال والمؤسسات، حيث يساعدهم هذا في حل المشاكل وتوقع الخسائر أو المكاسب المستقبلية، وبالتالي التخطيط واتخاذ القرارات وفقا لهذه البيانات. ومن هنا جاءت أهمية نظم المعلومات الإدارية Management Information Systems والشبكات فائقة السرعة المفيدة جدا في نقل البيانات بشكل سهل وسريع كلما احتجنا لذلك. كما قلنا سابقا أيها المتميزون، فإن التطور الكبير في الشبكات اللاسلكية مكن الشركات من إنشاء مراكز بياناتها الخاصة في مواقع بعيدة، وفي نفس الوقت أعطاها القدرة على الوصول لتلك المعلومات مباشرة وبشكل سريع. وقد ساعد على ذلك الشبكات فائقة السرعة. ومن أمثلة هذه الشبكات نذكر شبكات الجيل الرابع 4G، وكذلك تقنية LTE التي تعتبر إضافة إلى شبكات الجيل الرابع، وكذلك تقنية شبكات الجيل الخامس 5G. وبأكثر تفصيل، فإن شبكات الجيل الرابع هي مجموعة من التقنيات المستخدمة في تكنولوجيا الاتصال الخلوية، وتستخدم خاصة في مجال الاتصالات ونقل البيانات بجودة عالية، وذلك لتميزها بسرعة لنقل البيانات مناسبة إلى حد ما. أما تقنية LTE فهي اختصار لـ Long Term Evolution، وهو معيار من أحدث معايير الاتصالات اللاسلكية، وتعتمد هذه التقنية على بروتوكول الإنترنت IP، وهي مصممة لتكون ضمن معايير الجيل الرابع 4G. وقد صممت لزيادة سرعة شبكات الجيل الثالث من الأجهزة الخلوية مثل الهواتف والأجهزة اللوحية 10 أضعاف. كما أضفت هذه التقنية تحسينات على شبكة 4G، وحققت زيادة في سرعة تحميل البيانات وجودة أداء الشبكة. أما شبكات الجيل الخامس 5G فهي الجيل الحديث من شبكات الهاتف الخلوية، وقد طورت عملية الاتصال من حيث السرعة والجودة، وفتحت المجال لظهور تطبيقات ذكية جديدة واتصال الأجهزة الإلكترونية بالإنترنت، وكذلك السيارات ذاتية القيادة، وتتميز بسرعة كبيرة جدا في نقل البيانات تصل إلى 10 جيجا بايت في الثانية، كما تسمح بوجود عدد أكبر من المستخدمين، وتقدم دقة عالية وتأخير زمني أقل. ومن فوائد هذه الشبكات اللاسلكية نذكر أولا الوصول للبيانات من أي مكان، حيث أن استخدام الشبكات اللاسلكية يمكننا من الاتصال والعمل من أي مكان حتى ولو كنا خارج المكتب أو البيت، وهذا يعطينا حرية أكثر في العمل. الفائدة الثانية تكلفة صيانة وتوسعة أقل، فعندما يتم استخدام الشبكات اللاسلكية فإن تكلفة الصيانة تعتبر منخفضة،
حيث أنها لا تحوجنا إلى تكاليف إضافية لتوسيع الشبكة. كل هذا يشير إلى أن الشبكات اللاسلكية هي المستقبل، فهذه الثورة التي أحدثتها الشبكات فائقة السرعة تشير إلى أن التكنولوجيا المستقبلية ستعتمد بقوة على التقنيات اللاسلكية. وبالحديث على نظم المعلومات الإدارية Management Information Systems، فيجب تعريفه، وهو نظام قائم على الحاسوب يدعم رجال الأعمال والمؤسسات في ترتيب وتقييم أعمال الأقسام المختلفة وإدارتها بفاعلية وكفاءة، وهو يقدم معلومات عن الماضي والحاضر ويعطي توقعات عن المستقبل ليساعد على اتخاذ القرار. ولدعم هذا النظام تستخدم العديد من الشركات شبكات عالية السرعة مثل التي ذكرناها. فما هي أحبابي عناصر هذا النظام، أي نظام المعلومات الإدارية؟ عناصر نظم المعلومات الإدارية هي كالتالي: مصادر البيانات مثل قواعد البيانات (database)، مصادر المكونات المادية للنظام (hardware)، تطبيقات الإدارة الشخصية، تطبيقات إدارة المشاريع، وعمليات محوسبة. وتكمن أهمية نظم المعلومات الإدارية واستخداماته في حل المشكلات وتوقع المكاسب أو الخسائر المستقبلية، وكذلك في اتخاذ القرارات وفقا للبيانات الموجودة. في ختام درسنا نذكر مع بعض بأهم ما تعلمناه اليوم. في هدف أول عددنا مزايا استخدام ملفات CSV، وقلنا أن هذا النوع من الملفات مدعوم على نطاق واسع من التطبيقات، وكذلك هو يحفظ كميات كبيرة من البيانات في مساحة تخزينية صغيرة. ثم في هدف ثاني وثالث تعلمنا كيفية تصدير جدوى البيانات من إكسل إلى ملف CSV، وكيفية استيراد ملف CSV إلى إكسل. وفي هدف رابع وخامس تحدثنا عن الشبكات فائقة السرعة، وقلنا أنه من أمثلة هذه الشبكات شبكات الجيل الرابع وتقنية الـ LTE، وكذلك شبكات الجيل الخامس. ثم في الهدف السادس والأخير عرفنا بنظام المعلومات الإدارية Management Information Systems، وذكرنا أهم عناصره وعددنا بعض استخداماته. في الختام أحبابي أشكركم على حسن انتباهكم ومتابعتكم، مع تمنياتنا لكم بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.